مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشة التفاعلية شوف تيفي. قريبا غادي تكون في الاسواق حبوب منع الحمل الخاصة بالرجال، وما غاديش تبقى مسؤولية منع الحمل ملقاة على عاتق المرأة لوحدها، بحيث غادي تكون امكانية منع الحمل عبر تخفيض مستويات هرمون تستوستيرون وبلا حتى اثار جانبية. هادشي اللي اكدته دراسة في المؤتمر السنوي الاخير جمعية الغدد الصماء في جورجينيا بالولايات المتحدة الامريكية، اللي اكدت بان جوج رجال قاموا باستخدام وسائل منع الفم عن طريق الفم، وكان هالدواء فعال في قمع الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية وتلقاو استجابة إيجابية. واتجه العلماء إلى فكرة إنتاج حبوب منع الحمل للرجال بعد ارتفاع معدل فشل الواقع الذكري وعدم موثوقية عمليات قطع القناة المنوية، وهادشي اللي سلط الضوء على الحاجة إلى وسائل منع الحمل فعالة وسهلة الاستخدام للذكور. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.